افتتح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية منافسات أسبوع بريف الدولي للقتال والذي يتضمنه بطولة العالم الذي يتضمن بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء والنسخة التاسعة من بريف بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة رئيس اللجنة المنظمة العليا وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وسمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الخليفة وسعادة السيد كارث براون رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة للهواء وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وكبار المسؤولين بالقطاع الشبابي والرياضي وذلك بصالة مدينة خليفة الرياضية بمشاركة 51 منتخبا من مختلف دول العالم. ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد بالوفود المشاركة في أسبوع بريف الدولي للقتال وقال سموه إن مملكة البحرين كسبت ثقة الاتحادات الدولية والقارية في مختلف الألعاب لاستضافتها البطولات بفضل مقدرة شبابها وكوادرها على تنظيم الفعاليات بجدارة. وأوضح سموه أن بطولة العالم لفنون القتال المختلطة للهواء ستزيد من ثقة الاتحادات الدولية في البحرين وستدلل على نجاح أبناء المملكة في تطويع الصعاب وإنجاز الأعمال في وقتها وتسهيل مهمة ضيوف المملكة الأمر الذي سيكسبها الكثير من الخبرات. وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها وحرصه على إشراك منتخب البحرين في البطولات لرفع خبراته القتالية مؤكدا سموه أن تنظيم أسبوع بريف الدولي للقتال واستضافة بطولة العالم لفنون القتال المختلطة على أرض البحرين يشكل دافعا قويا لنجوم المنتخب للتألق ومواصلة تقديم المستويات القوية ومنافسة أفضل اللاعبين. ونوى سموه بجهود رئيس الاتحاد الدولي لفنون القتال المختلطة في منح الفرصة للاتحادات الراغبة في نشر اللعبة من خلال تقديم البطولات بل من تنظيمها متمنيا أن يكون هذا الأسبوع نقطة تحول ومرحلة مهمة وجديدة للعبة خصوصا وأنها تشكل فرصة للاعبين والمقاتلين البحرينيين الهواة والمحترفين لإثبات جدارتهم بتمثيل المنتخب. من جانبه أكد سمو الشيخ خالد بن حمد على أهمية إقامة البطولة على أرض البحرين باعتبارها تشكل فرصة حقيقية لنشر هذه اللعبة في أواسط الشباب البحريني بالإضافة إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز لرياضة فنون القتال المختلطة في منطقة الشرق الأوسط مثمنا سموه دعم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ورعايته لهذه البطولة التي تؤكد حرص سموه على تطوير الرياضة البحرينية بصورة عامة ورياضة فنون القتال المختلطة على وجه الخصوص. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد أن البحرين حققت نجاحا رائعا في حفل الافتتاح وهذا دليل واضح على قدرة شباب البحرين على بذل الجهود الكبيرة والتصدي لأعباء استضافة البحرين للبطولة العالمية وحرصهم الدائم على عكس الصورة الناصعة عن المملكة وشبابها.
لأنها قادرة وبكل جدارة على تنظيم كبريات البطولات العالمية الرياضية. تستضيف مملكة البحرين هذا الحدث الرياضي وسط مشاركة عدد من الأفرقة والمنتخبات العالمية، وقد حوى حفل الافتتاح عروضا شتى وفقرات منوعة احتفاء بأصحاب السمو وبالمشاركين. طبعا بريف شيء آخر وبطولة العالم للهواء شيء آخر، لكن كلهم يكملون بعضهم البعض، وهذه لأول مرة تظهر بطولة العالم من فيغاس وتكون الحمد لله أنها في مملكة البحرين بمشاركة 51 دولة، 297 مشارك مقاتل في هذه البطولة. العدد المشارك أكبر من المشاركين في فيغاس، فهذا دليل على مو بس فقط نجاحنا وعلى نجاح القيادات الموجودة والناس اللي يباشرون، لكن أيضا مكاننا ورغبة العالم في الخليج العربي ومكاننا الاستراتيجي اللي يجمع العالم كله. توفيقنا في البطولة كله من الله ومن سيدي حضرة صاحب الجلالة على دعمه ودعم ناصر أخوي على هالرياضة هذه، وبجهود الإخوان المشاركين والمتابعين كلهم الحمد لله إلى نجاح البطولة. أنظار العالم أجمع توجهت إلى أرض البحرين منذ أول نسخة أقيمت بطولة بريف فيها، ولكن يختلف هذا العام إذ يحتضن أسبوع بريف البطولة العالمية لفنون القتال المختلطة في سابقة تحسب للمملكة، إذ أنها تخرج لأول مرة من مدينة لاس فيغاس الأمريكية. من الاعتزاز أن أكون هنا في بطولة العالم لفنون القتال المختلطة في البحرين، وأنا معجب بالاستعدادات الرائعة، لذلك الانطلاقة ستكون أكثر روعة. وقتها كنا مجتمعين كبورد اوف دايركتورز، وقلت لهم انه رح تشوفوا شيء حيفاجئكم. انا كنت مستنظر انه رح يكون تنظيم رائع مثل ما عم تشوفوا هلا، وهذا اكيد بجهود سمو الشيخ خالد بن حمد خليفه والتيم الرائع اللي حواليه. شباب كلهم عن جد ما قصروا، كانوا بعقدوا كلهم. من الرائع ان نكون هنا ونحن نشعر بالحماس الكبير وسط الحضور الكبير والدول المشاركة التي انتظرت الحدث بفارغ الصبر. فنون القتال المختلطة أصبحت اليوم أيقونة بين الرياضات الأخرى، لذا تقف الأسرة الرياضية البحرينية إلى جانب مقاتلي المنتخب الوطني وتأمل في تحقيق نتائج باهرة تضاف إلى سلسلة الإنجازات البحرينية. بطولة حطت رحالها على أرض المملكة، جاءت في نسخة تلوح بمنافسة أقوى من ذي قبل وبسقف طموحات مرتفع أكثر مما كانت عليه. لتلفزيون البحرين، صالح يوسف.